كنا مجتهدين. ما خفتيش الركبي يعوجوك ولا يسحروا لك ولا يديروا لك شي حاجه في الله يفاد؟ راه غتفضح بزاف د الحوايج الركبي. ساتكلم على الميدان السحر والشعوذه بعد اولا تحيه واجلال لجلاله الملك والاسره العلويه المجيده، وحب واجلال واحترام لكل من يحب هذا الوطن. اما بعد، فد ما جاد السحر والشعوذه عشت معاهم الركبي؟ ماشي عشت معاهم، شي حاجه اكثر من عشت معاهم. هذوك الناس راهم كيخافوا لله لا عبده، سبحان الله الواحد قهار، كيخافوا للناس لا عبده وكيتسموا من عبدة المال. مشاهدي قناة شعب قناة شفت فيها، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل والصادم من مدينة المحمدية. الركبي الغني على التعريف المعروف اللي غادي يفتح بزاف د الحوايج اليوم، يعني بزاف ديال الناس ميمكنش انك تشوف شي وحدين وما كتكلمش على السحارة والمشعوذين والدجالين وبعض اللي كيسميو راسهم مروقات اللي كيرقيو الناس وكينصبوا عليهم. فحنا ما كنتكلموش على الجميع. الركبي اليوم غيكشف المستور باعتبار انه عاش معاهم، وغيفضح كيفاش كانوا كينصبوا على الناس، وكيفاش هاد السحاره هادو كيستغلوا العقول الضعيفه وابرزهم كيستغلوا النساء. الركبي السلام عليكم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما انزل بباب هاروت وماروت وما يعلمان من احد، صدق الله العظيم. على عين دوك الناس ديال السحر سبحان الله العظيم كنعلموا بان دوك الناس ديال السحر سبحان الله العظيم من المغضوب عليهم. وكاينين الناس اللي كيطاولوا على السحر، وكاينين الناس اللي عندهم السحر بصح النيت. الركبي نهضروا غير بالدارجه. نعم. بغيتك توضح لي كيفاش واحد سحار كيستغل المراه اللي كتجي عنده في السحور وكياخذ لها الفلوس. الركبي عود لي. اول حاجه كيلعب لها على النفسانيه ديالها. النفسانيه هي القاعده الاساسيه للسحر. كيفاش كيلعب لها على النفسانيه؟ كيلعب لها على النفسانيه انه كيستنطقها. كيستنطقها مالك راجلك مالو، جيتي على صحتك، جيتي على ولدك، هذوك هما الخطوات على بها باش كيبني. بحال مولات الكارطه. مولات الكارطه راه هي الله اللي كيعلم الغيب، ولكن هي كتستنطقك. مثلا الركبي انا جاي عندك. نعم. انت سحار ولا؟ نعم. شواف. نعم. السلام عليكم السي الركبي. نعم. انا عندي مشكل. نعم فهمتك. فكوا لي. نعم. صمت مزيان. هذه باش يستافد منها المشاهد الكريم. إذا جات عنده امراه كبيره، نبداو بالصغير بعدا. إذا جا عنده دري صغير دائما كيقول له ودي كتكلم لي على الشباب ديالو وعلى انه باغي وريقات وباغي يمشي لبرا وباغي يتزوج وباغي يدير وباغي يدير وباغي يدير. كتجي شابه ضروري ملي تكلم لها على الزواج ديالها والمستقبل ديالها حتى هي شابه. نبداو بالحاله ديال واحد باغي يتزوج. يلاه الركبي نديرو بيا انا المثال اسيدي. نعم. انت سحار الركبي، انا بغيت. نعم. نتزوج الركبي. نعم. وما ميسراش ليا، جيت قاصدك والمقصود الله. يلاه انت شواف الركبي اش غادي دير؟ اول حاجه كتقرا هي كيفاش كيتعاملوا السحار الركبي. اول حاجه كتقرا النفسانيه ديالو بعدا هي الاولى. راه النفسانيه ديالو مثلا دابا كيقول لها شنو اللون كتبغي، شنو الحاجه كتقلقك، شنو اللي الحاجه اللي كتفرحك والحاجه اللي كتبكيك. كيقرا لي النفسانيه ديالو. عنده واحد شبه علم بعلم النفساني هما ما عايقينش به، لان ملي كيوقف حداه وكيستدرج كيخرج منه بعض الكلمات عليه كيبني سبحان الله العظيم. ولا يفلح الساحر من حيث اتى، صدق الله العظيم. واخا الركبي يعني بغينا نعرفوا يعني كيفاش القضيه ديال استغلال الناس عن طريق الطلاسيم. شنو كتعني الطلاسيم الركبي؟ كاينين الطلاسيم وكاينين الجداول وكاين ما يشبه ذلك. الطلاسيم في القران كيقول الا تذكرتها بسم الله الرحمن الرحيم اخاف ان يسحركم بسحره، يعني ان يسحركم ماشي يسحرك، لا يسحركم. كاين بعض السحر يقدر يضرب الشعب على قدو. اسمع ود الناس، قال اخاف ان يسحركم ماشي يسحرنا او لا يسحركم عندي جميعا. كاين بعض السحر في انواع واشكال، السحر لا حدود له سبحان الله العظيم. واخا الركبي يعني بغينا نعرفوا علاش شنو اللي كيخلي ان العيالات كيمشيو عند السحاره والمشعوذين؟ الجهل والطمع والتخلف وعدم التوعيه، ومن الاخر من الاخر عدم الايمان بالله الحق الواحد الحق. عندهم الايمان ديالهم ضعيف سبحانك يا شيخ. ولكن الركبي يعني مؤخرا بغيت غير تمنيت شي نهار نشوف ان شي واحد شي شواف كيف ما كنقولوا شي سحار كيسحر في الفيلا ديالو. الشوافه كل ما البارك وكاري البيوت وما عندهمش. الشوافه مولات العالم مقامها في جهنم. بغيت نعرف دابا قلتي لي شي بلاشي عاود لي هذه الكلمه اللي قلتي دابا الركبي. الشوافه مولات العالم مقامها
في جهنم. شنو هي السوافة وشنو هي مولاة الإعلام والفرق بين السوافة ومولاة الإعلام؟ إعلام خضر، إعلام كحل، إعلام مولاة الإعلام يعني ديك البرتوج ديالها ولا البيت ديالها والله أعلم سميتو، كدير في واحد إعلام شوافة مولاة الإعلام صاحبة الإعلام، أنها كدير واحد إعلام أزرق أحمر على حساب دوك التهاويش اللي فيها، دوك الجو اللي فيها، اللون اللي كتحط، كدير يعني شوافة مولاة الإعلام المقام ديالها فين كاين. لا اله الا الله. روح بنسولك جاوبني بصراحه. نعم. كتامن انت بهذه القضيه ديال الجل الاخضر لا الجل الابيض لا عائشه اللون الاحمر الباشا حمو اللون الصفر ميره فهمتك القهوي هذا كتامن بهذا الشيء؟ اي حاجه خلق الله سبحانه وتعالى شعوب مثلنا. ولكن واش خلق الله الركبي لا عائشه والباشا حمو وميره واللون الصفر واللون الاحمر؟ حتى بغيت المعقول. بغينا المعقول. اه واش هاد عايشه وميره وزيد وزيد وعايشه وعايشه نقيه وعايشه المسخه ومولين الجاج وسبعه رجال ومولين الواد وسحب الجاج علاش ما كاينش بغيت نعرف هاد 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 خوزع بلاد ما كاينش عند كور عندنا حنا العرب سبحان الله. هادشي اللي بغيت نصورك دابا بيني وبينك لالا عايشه غادا تجي غادا تسكن في مغربي علاش ما مشيتش تسكن في شي قاوريه مشيت تعيش في شي بلاد اللي زوينه. شحال واحد كيقول لها عادي الجيل العاشق جي كنمشي نشوفها كنلقى عندها وجهها الله يحفظ الله يستر. تا تجي العاشق تزعط فيك عاد تيام تزعط شي قاوريه واعره واش تجي العاشق كاينه في المغرب كاينه عاد عرب. يا جهاله يا جهاله يا جهاله ما كفاتنيش هاد الكلمه ديال الجهاله. يا اميين يا عدمه عديمين الاخلاق وعديمين الدين والتربيه والمذهب لا مذهب لكم واحتراماتي الخاصه. ولكن المشاهد الكريم كاين بعض اشباه الرجال كتلقاه كيمشي عند الشوافه تقول لها راه بغيت صاحبتي تولي تبغيني واش هذه رجلها الركبي؟ هذاك الكابر مع العيالات كابر مع الدريات كتلقاه خونتي كتضحك صاحبي براسك كتضحك براسك راه الصراحه كابر مع العيالات سبحانك يا دليل الدماغ ديالك كتلقى فيه وسميتو ياسين وكيف دماغه سميتو عبله ولا سوميه انت عايش مع البنات لا اله الا الله محمد رسول الله سبحانه وتعالى. شنو هي الرجله الركبي؟ الرجله انت ديما كتقول لي الرجله هذه الذكوريه وليست رجوليه. وديما غنبقى نسولك الفرق بين الرجوليه والذكوريه الركبي. الرجوليه والذكوريه راه المشاهد الكريم وصل لي الميساج كل ما عندنا وصلش لي الميساج انا غنوضحها لك في الساعه. الذكوريه كلنا ذكور لان جهاز تناسلي كما تزدنا كيف خلقنا الله سبحانه وتعالى. والراجل من صنع الانسان. أنا خصك تكون أنت راجل، الراجل ماشي من مشيئة الله، الراجل من مشيئتك أنت، الرجوع إلى الموضوع، لا شي الشعواده لا بلاش بلاش نعم. مرحبا دابا الركبي في هذا الوقت نعم والصعيب تكون راجل ولا صعيب تكون ذكر؟ ما نقدروش نقولوا واش صعيب تكون راجل ولا صعيب تكون ذكر، لا 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 لا، داكشي أخلاق وداكشي تربية وداكشي من الوالدين وداكشي من نفسانية ديال البشر انت اللي كتصنع الرجوله ديالك راه ماشي واحد اخر كيعطيها لك نتايا واحترامات للرجال واخا الركبي مؤخرا يعني ملي كثر قلتي لي السعار والمشعوذ اللي قلتي خير اصبوا على الناس غندوي على الجنون غندوي على الرقيه كاين اللي كيعالج بالرقيه الشرعيه اللي تيقول لك غنحيد منك الجنون ب 1000 درهم غنحيد منك جوج جنون ب 200 درهم ثلاثه جنون بروموسيون قول لي احتراماتي للرقاد ديال المغرب ودابا غنسب الرقاد ديال فرنسا وطاليان والمانيا وهولندا انتوما فيهم الرقاد ياك ايوا راه بغيت ولا بغيتك تقصد الركب تقصد نيشان تدخل باب تقصد نيشان الركب يجيني نيشان انا عارفك انت حقاني وكتقول انا ندخل انا قول لهم احترامات لكم الرقاد هاد احترامات شفويا المرا انتوما خصكم العصا واش هاد الحرفه ديال الرقاد درتوها حرفه سبحان الله العظيم كتاجروا في الدين كتاجروا في الدين ما بسونا صحابنا نهضر عليه مزيان علاش كتاجروا في الدين سبحان الله العظيم الرقاد بغينا نقول لكم احتراماتي انا ولكن داكشي كديروا فيه ما كيخلينيش نقول لكم احتراماتي وانتم الرقاد غتحاولوا تقولوا لي وضح كلامك غنوضح كلامك وضح كلامك الرقاد نعم غنوضح كلام ديالي قول لي يا الرقاد شكون كلكم عندكم هذوك الطونوبيلات الفاخره وذوك البنات المزوقين وقال لك هذا ابليس نعره الله ما بقاش يدخل المغرب سمع الراقي قالوا لي علاش؟ قالوا دير الرقاد كاملين نعم الرقاد كاملين داروا العاقه مزيان العاقه موكا وشراو طوموبيلات واعرين وكتبوا فيها هذا من فضل ربي علموا الشيطان ياكلوا الفلوس الحرام وداروا الفلوس ديال بصح النيت وداروا طوموبيلات ديال بصح النيت وكتبوا فيها هذا من فضل ربي على الشيطان الرقاد زكا تحدي للرقاد راه شكون فيكم يدير لي شي تيبيخه الاسم ديال الركبي حسان
على بيلي. ولكن الراقة راه كيخرج منك الجنون، ما كيديرش لك شي بخير. وا سيدي اما باش تقول خرج في الجنون، انت كتحدى الرقعة تقول لهم انت مسخو ولا ركبي؟ انت كتحداهم الرقعة. انت بغيت نسولك واحد القضية، واش الجنون اللي كيسكنوا على العرب؟ الرقعة تخرجوا جنون من الانسان، واش الجن كيسكن على العرب؟ بصح بصح علاش الا غيقول لك حقا حط الرقعة كتم بالقرآن وهذوك وكل فرنسا فيها مسلمين. كتب القران وتقدر تقدر هذا الجن هذا يخرج عبنيتك انت عبر النور اللي في وجهك وانا ريج عبر النور اللي في وجهك ماشي تعدي لي القران القران تقدر عليه تقد عليه تقولون ما لا تفعلون كت 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 بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم ذلك القران المبين. لا 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 عدو بلا شيطان راجم. لا 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 ركبي ركبي القران خلص مسجل. لا ولكن وضح الناس وضح باش ما يكونش وضح الناس لا خسر على احترام القران. لا حاجه وإنا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تتذكرون وان وان له وان انت تكلمت على ذوك كيعوجوا هو ان انزلنا الذكر وان له لحافظون. بحثات انا كنتكلم على ذوك الناس اللي كيتاجروا في الدين في الرقيات او غير الرقيات من الرقات شاو عليكم انتم راك عارفين اش كديروا غنطاقلوا دوك الناس اللي كيديروا البزاف بزاف ديال الرقات غينوضوا لك دابا غيقول لك انت حقا خسرتي القران درتي عيبتي القران. اقول لك نقول لك ان انزلنا الذكر وان له حافظ وتقول لي خسرت القران. لا يقول لك قلتي في الاول استهزأتي ولا لا انا استهزأت بالناس اللي كينطقوا بالقران باش يفيقوا ذوك الجنون وذاك الشيء كيقولوا هما يعني كيبزنسوا فيه في الاخرين كياخذوا الفلوس. اذا ملي كدير الرقيه كتاخذ طعم واحد الدنيا اذا انت كتبزنس. رسالتك لاشباه الرقات الركبي اللي كاينين في المغرب كامل شنو رسالتي لاشباه الرقات او للرقات دخلناك بالله بغيت شي راقي يجي تصاطح معايا في الزنقه ويجي معايا مباشره والله تنصبروا بالرب العظيم. انت كتحدى شي راقي في شي مناظره؟ انت كنتحداهم كاملين لان كنشوف باش نقول لك الا من رحم ربي تما بقاش راك عممتي راه غينوضوا لك الرقعه الركبي وانت غبي راه غيحاربوك الرقعه وحاربني بالرقعه ونزيد انت راقي باش انا ماشي راقي انا ولا كندوي على المشاهد كندوي على المشاهد قول الركبي سميتي الركبي حسن صافي انا هو الطير دير لي شي تيبيخا تسير كوكان خو خداويكم دارو راسو الله الله يهديكم عبادة المال. انا ماشي كنطعن فيكم انا ماشي كنطعن فيكم انا كنشوفكم كتبزنزو في العقول الضعيفة كتبزنزو. انا خرجت واحد الجني من 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 واحد الانسان بلاش بلاش فكرتي الجني كيدخل في الانسان وين كنشوف واحد الظاهرة الركبي نعم كتلقى واحد يعني واحد كيدير راسو راقي كيشد مرا كينعس وتقول لهم شاهد كيفية إخراج الجن في ثلاث دقائق وبطريقة سهلة وكيصور المرأة وكيصور العورة ديال المرأة واش مبقاتش الحشمة؟ ماشي مبقاتش الحشمة شوف شو ذاك الجني اللي فيه هو بعدا واخا أنا ما كنعترفش ذاك الشيء غنحاول غنعترف في الدقيقة هذه نشوف الجني اللي فيه هو اللي كيشد المرأة وكيريحها وكيبدا يدير يدو يتملسها المهم على عينك يقول لك أنا راقي نعلة الله عليك إلى يوم الدين من عندي انا ايوه ذاك الراقي اللي كشد المراه وكيبقى يستحيت قيم الساوي دي وردير نعرة الله عليك الى يوم الدين. راه كيقول لك حق البركه هذيك شي بركه يا قوم المعميه يا قوم قوم القوم القوم الظالمين انت شنو البركه الله يعطيك العذاب فينا بركه بركه فينا بركه بغيت نعرف شنو تقول لك شي عالجه والمشكله كتبقى كتبقى داخل وراجل كيتسنى قدام الباب ماشي بركه هذيك البراكه مدخلها لداخل وراجلها كيتسنى في الباب. طيب واش غتلوم هي ولا غتلوم الراجل؟ غنلومهم بجوجهم. علاش الركبي؟ غنلوم المراه اولا لانها مكلخه ما عندهاش الدين. ولكن المراه مسكينه راه كتقول انا مريضه والعيالات كيقولوا لي راه كاين واحد الراقي مزيان نمشي عنده يعالجني يخرج مني الجن. نعم 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 قلت لي واحد المراه مسكينه كنت مسكينه بصح نيت كتعرف الله الواحد قار اللي كيغرق كيرزق المسكين. إن انا هي ما مسكيناش هي كانت صحية هي عقلي ما صغيره وغندوز في حالتي هي مجرمه ما بغاش نشوف شكل اخر اكبر منها. كل مجرمه ما علاش دارت الركبه؟ مجرمه مع نفسها. ولك هذاك الراقي محشومه عليه يشد مراه وبجوج الراجل هاك يتسنى برا هذاك ماشي راجلها هذاك غير ونيس ديالها في الحياه ونيس في الحياه وكان راجلها كون ما خلاش تدخل تمايا وعاوتاني بعد راه كيقول تتاكا بعد الراجل اللي كيخلي مرته كيدخل هذاك ما عرفنا واش هو كل السبرديله ولا التقاشر ديال السبرديله ولا راطع في السيور هذاك الشيء علم خاص به هو. هادشي اللي بغينا ندويو عليه دابا غندوزو لموضوع اخر. الناس راه ما سخاوش بك الركبي الله يعطيهم الخير ويحفظهم الناس اللي كيوكلوا اللي كيوكلوا السبرديله كيفاش كتوكل السبرديله وكيفاش كتصوب السبرديله الركبي؟ سبحانك يا جليل يا الله يا عظيم كاينش حاجه اللي اكثر من السبرديله. انا عندي نيشان
اي حاجه ما كتقولش بسم الله وكتاكلها راه هي موت السبرديله بلا ما ياكلوك السبرديله. كتاكل شي حاجه ما كتقولش حتى بسم الله، راه ماشي غير السبرديله هذيك، هذيك راه وزين ديال السبرديلات. وزيدون السبرديله راه غير رمز، تقدر تكون كتاكلوا عالم كبير. بغيت نوضح لكم لا شي، بغيت نوصل لك كيفاش على هاد السحاره هادو المشعوذين كيصاوبوا هاد السحور هادو، باش انه واحد كيشد يعني كيولي مدلول كيدير راسو، كتلقى واحد كراجل بحال السبع كيدخل الدار. المراه ماشي المراه كتحتارمو، ما كنقولوش المراه كتخاف، مع كامل احترامنا المراه كتحتارمو. فهمت كنوليو نشوفو راجل مدلول. لو كان هو مسلح بالايمان، سمع ود الناس وكنت مسلح بالايمان وكتعرف الله حق معرفته وكتطوع الله حق طاعته، كون تيق انا ود الناس يعطيك العز والكرامه والقيمه في الروح ديالك، وغادي تكون نور باذن الله، واي جني واي عفريت واي شيطان واي مارد سيفطوه لك غيحرقوا ذاك النور ديالو في وجهك. ولكن انت لا تعرف الله، باش ما كتعرفوش، اما ما كتعرفوش جوني شني شني شو ما كتعرفش الله سبحانه وتعالى، واي سحر اي حاجه غادي تشد فيك. واخا الركبي الركبي يعني ولينا كنشوفوا مؤخرا يعني بعض العيالات، شنو اللي خلاها انك تمشي عند واحد كتقول لي انا بغيت الراجل ردو خاتم في صبعي، انا بغيت الراجل ردو بحال الكلب ديالي. كاين بزاف دوافع، منها كاين صديق ديالها الجديد زلال، كاين صديق ديالها الجديد، كاين سيدي كتلعب على الماده، كتلعب على الماده، كتلعب على صحاباتها كينفخوا لها الراس ديالها باش تطلق، كتلعب على بعض الافكار الجهنميه اللي خاصها تعيش احلام جديده. كاين اللي مثلا باقي ما دوزاتش الشباب ديالها حتى كتدوز حتى كتزوج، اش كتفكر الشباب ديالها. وكاين بعد واحد دخل عمره زوج وفي زواج وين قرا معاه الناس اللي كيتزوجوا حتى كيكبروا. لا بلاش قبل ما ندوز نطرح لك سؤال. بعض العيالات كتلقى مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بزاف الاغاني تقول لك اللهم الزول زواج القهره. جاوبها. كلام الشياطين. قول لها الركبي. كلام الشياطين. هذيك اللي كتقول لك اللهم الزول زواج القهره، اش تقول لها الركبي؟ انا بغيتك اللهم القبر هذاك الكلام الفاسق ديالك، اللهم الزو ولا زواج القهره، سبحان الله العظيم. انت كتعرف شنو هو الزواج بعد ما تسميه قهره، الله يعطيك القهره. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. كلام خبيث هذا، وهذا الكلام ديال الجهال وذوك الكلام اللي ما كيعرفوش بينهم بين الله الواحد عز وجل، بالله وبالله الواحد القهار. كمل لي الزواج ديال الكبار قلت لي، اشرح لي يا الركبي. ولينا كنشوفوا الشباب ما بقاوش باغيين يتزوجوا، كيخافوا من الزواج. اوكي اوكي اوكي. قول الركبي. انا غندوي على الشابه وغندوي على الشاب والراجل الكبير وعلى المراه الكبيره. نبدا بالشابه هي الاولى. انت يا الشابه زوينه وانيقه وحلوه وزوينه، هذا هو الذهب، الذهب اللي بغى الشاب انك تعطيه ليه. كتشدي عندك كتقولي انا زوينه ما نتزوجش دابا، كنقلب على ود الناس. ونهار كيطفى زينك عاد كتبغي تقلب على ود الناس. اذا كتلقى ود الناس ما كيتلاقاش معاك، داكشي اللي خصك تعطيه الشباب ديالك والزين ديالك ما كتعطيهمش ليه. داكشي علاش ما كتزوجوش وكيوقع طلاق وكيزيد وكيزيد. راه شوفوا لي الناس الكبار اللي كيتزوجوا حتى كيكبروا. محيلتك تقابل مرتك، محيلتك تقابل ولدك، محيلتك تقابل راسك، محيلتك تقابل صحتك، والسبب هو انت. انا غنفسر مولاي. فسر الركبي. انا غنفسر. انت ملي كنتي شاب صغير زوين وبخير وخير وعندك الصحه وعندك العقل وعندك زيد وزيد وزيد وزيد، بغيتي تتزوج، انت شديتي الذهب ديالك عندك، ها حتى انت حتى تفا زينك وتفا صحتك، عاش بغيتي تتزوج. نديرو مثلا كاع تزوجتي وانت كبير، الا من رحم الله هدر ما حداش طبيب ياك. نعاودوها، واش غت ترد بال غتحطي واش غتحطي صحتك ولا تحطي مرتك ولا تربي ولادك ولا فاتك الكار. وبزمنك 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 غتروم وغتشد الخط. ولكن الركبي اسمح لي. مرحبا. مؤخرا ولينا كنشوفوا ان بعض الشباب ما بقاوش كيقدروا يتزوجوا، كتقول لي علاش؟ كنقول لك اخويا انا الدريه كنتقاتل معاها، وملي كنمشي عندها كتقول لك انا ما كانش 4 المليون وخمسه خمسه من الحاجه، وما نسكنش مع امك وما نديرش مع هذه ما نتزوجش، وفي الحين انها كتلقى مع واحد في علاقه غير شرعيه كتبيع راسها بانيني وطاكوز ال 20 درهم. الركبي اش بغيت تفسر هذا الشيء؟ هادشي كله نعم سيدي مخطط له من سنين. انهم في محاربتهم للشباب وغير الشباب، هذا هو التاثير اللي جعل ان الزواج يقل ربما ينعدم. واذا انعدم في 30 او 40 او 50 سنه المقبله ستكون كارثه
انا غنشرح بالدارجه الله يرحمه. ولكن انا دو معايا بالدارجه باش نفهموك الركبي. اسمح لي انا وضح لي هذه القضيه الركبي حتى هذا ميساج ولينا كنشوفوا بزاف بزاف ديال الشباب كيأثر فيهم هذا الشيء هذا الركبي. نعم كتلقى ان دريه نعم كتلقاها مع واحد كيدور بها المحمديه كامله على رجليها تاكسي غرام عبلاتي كيلقاها كيديها كيخلص عليها طاكوس ولا بانيني ولا شوايه كيمشي كيدير فيها ما بغى تقدر تعطيه شرافها. نعم ملي كيجي واحد باغيها المعقول كتقول ليه خويا الا ما كانش 5 مليون ما نتزوجش. اش بالك هذيك مسرحيه كتقوم بها الفتاه او المراه بعد احتراماتي الكامله للمراه. هذيك بعض المسرحيات اش غادي نقول لك تابع الخوار خاوي قال لك اللي جمع الخاوي كيبقى ديما خاوي هذاك الموضوع ديالك انت خاوي غتبقى ديما خاوي. نعاودها نعاودها اللي كيجمع الخاوي كيبقى ديما خاوي يعني اللي كيجمع الخاوي ديال القرعه ديال الشراب كيبقى ديما خاوي بحال كذا يكون مثال انت كتجمعي الخاوي كتبني على الخاوي كتبقى الخاوي لان كون بنيتي في العامر غتلقاي حياتك في العامر. واخا الركبي رسالتك للسحره والمشعوذين اللي كانوا كيشوفوك دابا اللي فضحتيهم اش تبغي تقول لهم بالركبي؟ ماشي فضحتهم لا 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 عاد تكلمت عليهم واحد شويه والله الواحد قهار اللي غادي يفضحهم. النصيحه ديالي انايا عبر ودير بحساب القبر عبر ودير بحساب القبر نقول لك ثلاث مرات هو عبر ودير بحساب القبر الا كنت كتامن بالله سبحانه وتعالى. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره مع الركبي اللي نقدروا نقولوا فضح بزاف ديال الحوايج وبين الوقائع اللي للاسف كنعيشوها في مدينتنا وفي بلادنا. الى هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شفت منك شباب تحيه على عمل نلقاكم بث مباشر اخر شكرا والى اللقاء. تحيه خاصه لجلاله الملك وتحيه خاصه للجزائريين تحيه خاصه للجزائريين الاحرار الذين لهم غيره على ما فعله الكابرانات. غنرجع معاك الاخوان ما غنقطعوش دابا الركبي قال واحد الموضوع الكراغلة الركبي مالهم معانا. كاينه واحد الفئه في دوله الجزائر عندها قيمه ولها الشرف انها لا تحب ما يفعله الكراغلة من كراهيه. وهذوك الكراغلة كندوي على الكراغلة انا كراغلة كراغلة دخناك بالله علاش سموه الكراغلة الركبي؟ نرجع لها الكراغلة. ودابا غير كيف كنقولوا حنا بالدارجه سبحان الله العظيم غير قميص مصنوع من ثوب اثر فيكم سبحان الله يا جليل. كراغلة بغيت نعرف علاش حابسين على اخواننا الجزائريين الاحرار حابسين عليهم السياحه حابسين عليهم الثقافه حابسين عليهم حابسين عليهم التصدير. كراغلة اش كتعني كرغلة الركبي؟ كرغلة اش كرغلة كنا كنقولوها الحمام واحد النوع ديال الحمام سميتو كرغلي. وكاين الكنار تا هو كرغلي. كرغلي هذاك فيها كرغلي الحمام او الكنار في غير المنظر ما كيتكلم ما والو. صافي الرسالة وصلت سير الركبي. زيد ولا المزيد. لا بركة. إلى هنا مشاهدي قناة الشعب قناة شفت فيك شبيب هذا القدر على عمل نلقاكم بث مباشر آخر كنتمنى لكم تدخلوا عند الركبي حسن الفيسبوك. شكرا وإلى اللقاء.